انا عايز استاذنك بس يا باشا نندى لسان اختي، نطمنها بكلمتين لحسن، يا عيني قلبها مفطور على ابنها. ده ده بس هستاذنكم، بس اول ما هي تيجي انا هستاذن وامشي، عشان تعمل فيها حاجه تاني. انا استويت. اترزي اترزي وانده من مكانك. سام سام. وانا ممكن انده خميس؟ اترزي انت كمان. عايز ايه من سهام؟ اتقي ربنا فيا. ايه؟ ارجوك حس بيا. لا حول ولا قوه الا بالله. يظهر ان الشريحه بتحمل عليها اغنيه لامل ماهر. تحسين، قول لي يا تحسين. يا تحسين، اول امبارح كنت قاعد قدام التلفزيون وعمال تبحلق في شيرين رضا. في ايه بينك وبينها؟ ارجوك قول لي الحقيقه. نظره عينك لعينها صدقني مش بريء. المصيبة يا جماعة هيكون في بقى أغاني مختلفة في الفولدر. أنا هروح البلكونة ألحق بتاع النعناع. يا بتاع النعناع، يا بتاع النعناع، يا منعنع، يا بتاع النعناع، يا واد أنت. في أغاني مختلفة. شكلها واصل. حاولت أخت الريدر بعد ما كانت بني آدمة طبيعية زي. خلونا في المهم. الخطة نجحت. الحمد لله أشرف هيطلع زي الشعر من العجين. بس اللي انا مستغرب له يا باشا، ازاي ما نزلناش الفيديو على النت لغايه دلوقتي؟ وانا كمان مستغرب يا مجدي. تصدق اللعيب الشاطر هو اللي ما يحرقش الكارت اللي في ايده الا لما يستفيد منه اكبر استفاده ممكنه. ايه؟ مش فاهم. بلسان مفيد. ايوه. محتاج ترجمه يا باشا. احنا لو نزلنا الفيديو ده هيحصل ايه؟ هيضطروا يخرجوا اشرف. رائع. بس كده كده ان شاء الله اشرف هيطلع. طب ليه ما نستفدش استفادة أكبر؟ يخرب بيتك يا مفيد، بعدت على دماغي برضو مش فاهم. الفيديو ده مش بس بيفضح سلكاوي وناصح، ده بيفضح الضابط حفيد فهيم والقيادات بتاعته كمان. والقيادات العليا ممكن تعمل أي حاجة في سبيل إنها تمنع نزول الفيديو ده. وأنا قررت أضغط بكل الوسائل عشان أعمل مناظرة قصاد السيسي. ايه؟ مناظرة مع مين؟ مع بلحي؟ يا سنة صوخي. حضرتك مدرك اللي انت بتقوله ده باشا؟ مدرك تماما. لازم اعمل مناظرة معاه، وحنزل فيديو تاني اتحداه انه يقبل انه يعمل قصاد المناظرة دي. لو وافق هقدر اتعامل معاه، ولو ما وافقش يبقى هزق نفسه وطلع خايف، وفي الحالتين احنا الكسبانين. يا ابني ليه يا استاذ تحسين؟ إيه؟ فكرة عظيمة يعني، جميلة والله. بس انا برضو عندي سؤال تاني، احنا ليه بقى ما ننزلش الفيديو من دلوقتي ونفضح الفساد اللي حاصل ده؟ مبدئيا الناس كلها عارفة انهم عالم فسدة ومؤذيين. ثانيا الفيديو معانا، وقت ما نحب ننزله ننزله. يا سلام عليك وعلى الدماغ المتكلفة. الله، امال لو كنت بتشرب مخدرات يا باشا كان ايه اللي حصل؟ اخرس. المخدرات السياسة انك تعرف وضعك فين، وضع خصومك فين، وتعرف قيمة الكروت اللي معاك وازاي ترتبها، وامتى تنزل بكارت وازاي وليه. مش تقعد تجعجع على الفضائيات والنت وتقول اي كلام تكشف بيه نفسك وورقك. ساعتها بتدي فرصة لخصومك انهم بكارت واحد يقشوا كل كروتك.